كل سنة وأنا فيها. إي والله. لذوليك. أب 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 قبست. ما قبست. شجع في الصياح. ما تقبس لين يجيني. يا مسلم بسوي. تدري من أشجع أنا في الصياح؟ ما تشجع. هلال. أحنا ما قلنا هلال ولا قلنا النصر ذا. بس النصر ترى أقوى. لا تدري من أشجع؟ النصر. فيه واحد عضو شرف في نادي الهلال اسمه موسى الدوسري. شجعه. تدري أعلمك بواحد إيش اسمه؟ أرحبوا. في الصياح بعلمك إيش اسمه. مرحبا يا زاهر. تدري أعلمك في الصياح وشو يا عصا؟ أعلمك في الصياح. المسجد يقرأ قرآن. اسمع في الصياح قلت صوتك قدامي ناس اسمع. لا نواف بنصح نصيحة. خرب 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 الرجل. نصيحة. بيطلع الصادة فيه ترى. اسمع ابى انصح نصيحه بس قبل تنصح خل عشان اعطي على جوه ويروح. يلا نواف نواف لا يزعجك وجاسك ما دامك من على كبر وصك الراس مثلت ربعك مع شبانك وناسك يا ليلى دانا 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 ودانا عيد عيد صوتك عيال صفقوا عيال نواف نواف لا يزعجك وجاسك ما دامك من على كبر وصوك راسك مثلت ربعك وشيبانك ادور لنا سالفه بقطع اوريك الطالبه يا ابو جيع طالبه يا ابو جيع لا 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 انت عقب السالفه اللي قبيل والله ما عاد اقدر اقول لك شيء نواف نواف حط الجراب منه والسيف منه لا لا اي وحده حط الجراب منه والسيف منه الغمد تلبس سعد اي وحده يا مصروع والله قبل شوي سولف انت سولف لا بيسولف خالد جديد انا اقول لك بنصح نصيحه اول مره انصح في حياتي يا رجيل اسلم يا نبي النصيحه بما ان الصياحه تقربت انا قد شفت اللي حادث يا رجيل يمشوا في البر كل واحد 160 واحنا عايشين قد صادم والله لما قد صادم قدامي 160 وفا في البر في البر 160 الساعه انت خبرها اي بالله خبرها لا نزلت الارض قاعدين كذا يود 160 كذا واحد رايح هناك والله يعني والله والله العظيم اني اسوق في الصياحه على اعصابي يعني انا اعصابي تدري كيف بعلمك انا ادل والله مو صاير الولد معي ناس ومعي العيال والموتر مليان وهاي لوكس ضيقه والله العظيم انت انحشر انت اللي معك والله اني ادز بالموتر لا اجينا في رفعه اي لا اجيت في الطرق اقعد اروح او بيمين ويسار اشوف والله اني مره واحد والله اني مره لوكسس جاني يمكن يمشي 120 ما يرعم ابراك ابراك اضغط بريك مع الضغط والله انه مع الضغط جوز ما ادري لين جت الموتر خشومها عند بعض يا رجيت تدرون والله ان الرصه ترى علي تدرون اني قد دخلت بخيمه عمال انا بنتي في الصياحه المطبخ والدنيا كلها بالفورد لا مو بالفورد العادي انا ما اعرف سوق زين ما اعرف سوق زين رجيل واخذ الشاص يود برد في الصياحه برد يا وقياك يا رجيل والله مت وابي اروح لايش اسم العيال في احنا مخيم زي كذا مخيم ال فلان مخيم ال فلان انا بروح مخيم ال فلان بروح اجلس عنده وانا العادي ما اعرف سوق زين قلت له ودني ودني سقب يا مسوي مخيم سكريبتو هو يوديني ان شاء الله هو يوديني يوم اداني لا عيا انا ما اعرف سوق عادي عيا حوفي حوفي وانا اجيب العادي خشفه خيمه اي والله اني اذكرها خيمه العمار ومخيم من واحد ما شاء الله تبارك الرحمن على طال الحوادث على طال الحوادث على طال الحوادث في البر ذا انت عرفت محمد بن زيد ولد عمي أيه. اللي يقابلنا واحد من عمي قابله العيال في بيشه راح معهم وجمعهم من جمع بيشه المهم احنا في ثاني ثانوي او ثالث ثانوي معي ديدسن انا 2006 غماره ومعه هو ديدسن 92 غمرتي كنا يا ولد خلنا نروح الحطب قلت قالت هم نروح الحطب في البر وقلت خلاص احنا انا بروح في الجهه ذي وانت تروح في الجهه ذي احنا حول بعض يعني بيننا بين 3 كيلو 2 كيلو كل يحطب انا حطب انا حطب المهم انا ساج اهندس مسجل ابي اشغل اغنيه ولا اشغل مدري ايش خبرك انت ما في خطوط اسكك حقت ها انا جاينا اقول الموتر تسدى وامشي بشويش ولا بعد ربطت الحطب يا رجل ما حلمت وعلمت اثره يبي يشطفني وهو يخدمني مع الصندوق اخو محمد لا لا يعني هذا نفس الحادث يا رجل الصدام اللي وراه والصطب لقطها من وراه شوي تبتر من الدتسن وله واقف هناك وله مرتاع دخت هو ما يدري ايش العلم وانا ما ادري وش اللي هبدني الموت عرفت ربي وحط وجهه هنا اللي صدمني ذا وش هو وانزل وعاين يوم فتحت الباب وانزل بيوقف
رجي وقفت لي رجيت قلت له انت فضل خبرك مركب مركب رجي قلت له عندك انا ابي امزح معك واحسبك بتمشي اذنك هديت طبعا الموتر رجي الموتر للرفرف وذا ما راشت ديته الرفرف والشمعه وذي هو مش احنا رايحين بنحط عشان نوفر قيمه الحط الحين بنروح نصلح السيارات يا رجل هذا مقرود يا محمد خالد يا رجل مرت المرات هذه توترت علي مرت عامل عندنا في المزرعه ايام قنص الضبان يشوفنا نقرص انا ابوي دايم ضبان نقرص انا وعمه دايم يشوفنا يروح اي هو يروح معنا الرشاش عندنا نقرص وعلى هالموال استمرينا لمده اسبوعين هو ما يعرف ولا يعرف عربي زين ولا يدري شو ما يدري ولا يدري ما يدري ولا ما يدري الضبوش يا رجل في يومين ما جينا فيها ويجي يوم المخلل ويجي يوم الثالث الرجال بيون يون الرجال بطله يون يون يا رجل يون يون يصيح 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 هو ما يعرف يدق ولا شيء يصيح صياح يا ولد يا ولد ايش فيك ما فيك ما ادري ويش ما ادري ايش ابوي يقول ايش فيك وديك مستشفى احنا وديها مستشفى يا رجل وده ابوي مستشفى كلت مزرعه يجي هو يدور مستشفى يا رجل هو شيء يونه يا رجل تجي مصالخ الرجال صالخ الهرر هرر هرر ما كله هرر يا رجل الورر افضل ما بزي الورر الا ما اخذ الهرر قلت الورر ويمسكه ومذكيه ومذكيه قص نديله وقص الكعره قص الكعره هو يحب الكعره قص نديله ورجع ماك جلس في المستشفى اسبوع كامل سام ذا بغى يموت بغى يموت سبت هالورر سبت هالقص والله نجلس اسبوع سام مغر انا اسرح بلغم هو سام المزرعه انا اسرح بلغم هو سبت هالورر يطرد يطرد تدري شو البلاء يطرد بعدين يمغط كبيره يا ولد اعوذ بالله واحد من جماعتنا ولد خال ابوي على كلام ذا قبل يمكن 20 سنه حولها رايح للبر المهم من الرجال ما ادري هو بيقيل ولا هو بنشا الوكاد انه وقف وين على حق القطار في البر على سكه القطار ظهر نغط ولا ما توعى الرجال الا صوت وش صوت القطار جايه القطار رجال بموتر هو يقول وقتها والله العلي العظيم يدي ما عاد اقدر احركها ما اتحرك قطار جايك تشوفه جايك مقبل عليك وين القطار ما هو ما يكسر كذبه خلاص ما وقت يقطعك تقطيع وش راقد في السكه ما ادري راقد ولا يهندس في شيء ناس وش ساله بس انه على السكه يوم كل ما له رجال ما مشى ما مشى ما مشى عظامته ما شلت انه يمشي لين الله اللي الهمه مو بجد منه لين الله الهمه ويمشي ينزل الموتر تحت قاعد له كم ساعة هو في مكانه جالس الرجال من الصدمة رجع البيت أسبوع لا كلا زي الناس شاف الموت جاء هدي ورخ الله يخف لك قطار مقبل عليه يمشي مليار والله إني قطعك تقطيع تكفى يا وجه الله هذه قصة يا الربع كبير يعني خلاص كمل عادي طيب ما خلص سالفتي أنا أسلم أسلم هذا يا الربع سالفة حصلت قديما وأتوقع أنكم تعرفونها وإن شاء الله يعني أنكم ما تعرفونها هذا شخص كان يحب من قريته المهم الرجال عديم ولا معها يعني حق زواج ولا معها راح وخطبها من هلها يوم راح قال ابو البنت ماني مزوجك يعني لا انت لا معك دراهم ولا بتضم يعني البنيه إيه ولا تعين عشاك اصلا قال ايش انا بلقى دراهم وبشتغل وبعين خير قال كم تبي مهله قال بعطيتك سنه مهله قال خلاص عطني سنه دائما سكريبت الافضل
دايما سكرب تلفظ يتميز بالمواهب ويتحدى في المصاعب مطمح الأعلى المراتب دايما سكرب تلفظ يا أحسب التسعين ليلة. وصفوها جيرانهم وكذا قال إن المرأة اللي كنت بيها أنت في المكان الفلاني المهم ويطلع ويروح للقريه. دخل اول قريه ويدور ما حصل الوصف اللي هم وصفوا له. اعطاهم اللغز ولا حد حله مشى من عنده. اللغز وشو؟ تعلم. راح القريه الثانيه اعطاهم اللغز ولا حد حل لهم. يروح القريه الثالثه لينها اخر الليل كذا قلط عليه. السلام عليكم السلام كيف حالكم طيبين انا ضيف وزي كذا وعشوا الرجل. قال وش عندك؟ شاف الرجل خيرات الرجال دراهم. أعلمك. وش عندك وش ما عندك؟ قبل ثلاث ايام كان عندي لغز. اللي بيحل اللغز ذا له الحلال ذا كله. الذهب والبل والغنم بس يحل اللغز ذا. قال وش اللغز؟ قال بنشدك عن ضي القمر وشلون نور. قال وش ذا اللغز؟ اي شطر. قال وش ذا اللغز؟ بنشدك هذا مو بلغز هذا قصيد. قال لي انا برقد عندكم. اصبحت اللي بيجيب اللغز حلالي، اذا ما عرفتوه ولا تراني بمشي وادور غيركم. المهم كل راح الهلا راح اللي كان اللي متزوج عشيق راح لبيتهم ويسولفون ويتنشدون كذا. قال يسولف مع نوره. قال جانا اليوم واحد حصل اللغز ومعه حلال ومعه خيرات واللغز ما احلنا ولا عرفنا له. قالت وش اللغز؟ قال ابنشدك عن ضي القمر وشلون نوره. فدرتي انها عشيقه. قالت عد اللغز مره ثانيه. المهم عاد لها وعرفتي. قالت انا بحل اللغز وانت اللي بتاخذ الحلال بس عندي مطلوب. قال وش المطلوب؟ قال اذا حليته طلقني. اذا حليت اللغز واعطاك الحلال كله ضمنت يعني طلقني. قال على خشمي الطلب وصلت. المهم قال وش اللغز؟ قالت قل ميده مثل السمك دون البحر وشلون عايش واسمع عايش. المهم خذ اللغز وراح وقال ميد عايش. انا لقيت اللغز شو واحد. قال اذا لاقي اللغز ترى الحلال لك كله. قال انا عينت حل ان كان مو هو ولا. قال وش؟ قال مثل السمك دون البحر وشلون عايش. دار نوره اللي قالت الشطر. قال حلالي كله لك بس هو بيطمن هي حلوه. رجع الحبي ويجي رجع طلقها وتزوجت عايش. مشت راح عشان هذا الحب ما راح عشان الطفران معود يوم خذها طفران مو طفران عن كنا ما نبحل اللغز ايش قلنا اغبياء وهذا يعني عشان تدري يعني الحب وذا شغله بينهم القلوب هو الحين ما تزوج عشان طفران راح واشتغل عشان ورد الحلال ويا عود انت بحياتك ترى الحب كذا الحب كذا يا رجل في موضوع يا رجل والله لا عيد خل مخ عيد حله مثلا دايما سكرب تلفظ دايما
بلده وبحضوره وبصفته وجهي يطور حياته دايما سكرب تلفظ دايما سكرب تلفظ دايما سكرب تلفظ يتميز بالبوائم وتحدى بالمصاعب ويطمح الأعلى المراتب دايما سكرب تلفظ دايما سكرب تلفظ دايما سكرب تلفظ يا أحسب التسعين ليلة أبعلمكم ماني بحاول يعني خلوني أقول سالفتي قصتي دام إني قصتي هذه سالفة سلمك الله حصلت قدي أنا مستمع لها بس أنا ما أنا يمكن يخطف فيها يمكن يصيب الوكاد إنها في رجال دعس له رجال في الشارع ومات ويلقط أغراضه ويلقط دنياه ويلقط الرجال بكبره يودي له ببرحه ويطش فيها الوكاد حس بتأنيب الضمير متى بعد فترة طويلة ولا قصيرة؟ بعد فترة بس وش كان يسوي؟ كان يا طويل العمر على عرف بيت الرجال اللي دعسه وما وعلى قولتهم هو يتم عياله ويبي يصرف عليهم والدنيا وحاله ويدفع وكل ما جاء راتبه ودق لهم مقاضي له اللي بتاجر تاجر عنده خير عادي على وظيفته يجيب للبيت اللي الايتام يجيب لهم اكثر من اللي يجيبه لبيته بعض الاحيان بيته ما يجيب له شيء يجيبه لهذول ويحلونها ويربطونها ما فيه ويكاد ويلقطه واحد شك اي ويلقطه واحد قال فلان يودي عندنا يودي يجيب للبيت الفلاني اغراض هو شو موظف بالجمعيه ولا قال ابنشد انا ابنشد هالبيت ألم والولد شكوا في الموضوع قالوا في إن هذا 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 من عاد حتى حالته نعرفها حالته ما هي بذيك الحالة وهو وش كان يسوي يا ولد خلاص ولا بينهم ولا هذه ولا هذه قال ويروح أيوه يروح لا وكاد ما أدري وش صار ويروحون له للبيت له للرجال ذا الحي ويدقون الباب سلام عليكم وعليكم السلام قال وش حالتكم كيف حالتكم المادية وكيف وكيف وش صار؟ قال والله إحنا ما على قولتهم ما عندنا الأكل ولا عندنا شيء. قال طيب الرجال يصرف وماذا وين تروح؟ قالت والله إنه يجيب لنا بعض الأحيان وبعض الأحيان لا. ناس أنا وين الراتب يقول ما معي ولا شيء. الوكاد قال طيب رجالك ذا اللي قاعد يسوي ويصرف تلقينه يصرف على بيت ثاني والبيت هذا هو. كيف ما تحسبها متزوج؟ كيف ما كيف لا 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 لا, لا, لا. تجي عنده أنت وش سويت وش ما سويت أظن قالت له قامت تهرجة لك أنت فيك خير يا أخي يا أخوي الخير ذا ليه متحط ببيتك بعد ما كملكم جوعنا قال ما أدري وش وكاد طويل العمر شكوا في شيء ولد الميت شك بعد في شيء كيف يا أخوي يصرف عين أكثر من ما يصرف على هذا في إمة في الموضوع في موضوع أيوة أبوه ما يدروا هو وين هو مدعوس مي او كاد قالوا ميت هو بس وين ما يدروا ولا لا 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 لو يلا يحققون قالوا والله هذه مالها الا الشرطه وكادوا يروحون للشرطه وتمسكه ويحققون معه ما لا ما لا اي راقبوه وانه يا طويل اظن راقبوه ما ادري حققوا معه وكاد انه علمهم قال يا طوال العمر ويلا اي اظن لقت المحفظة حقت الرجال الميت في جيب رجالها. ايه. ولا تدري وش العلم وكاد يتعلم الشرطة. ويمسكونه ومدري كيف وكاد ويدلهم على البيت ويدلهم على المكان اللي يدفنه فيه. وليته يدفنه طش. الظاهر انه طش والله اني ما ادري. وكاد انها صحراء. قال هذه قال وش السالفة؟ قال والله السالفة اني انا ماشي وقطع في وجهي الرجال ذا ودعسته. بالغلط. ايه ومن الخوف من هذا وانا اخذه ووديه. قالوا ليش طيب تسوي؟ قال انا حسيت اني يعني يتمتهم واني انا السبب واني ابيك رهوني إيه لا حس بتانيب الضمير انه يتمهم من الكلام ذا وقام يعطيهم قالوا كاد طول عمر عاد والله ما ادري ايش صار عليه
وفيه سالفه ثانيه. لا خلاص ودي ما يعرف يختم. اخر سالفه واحد والخادم اخر سالفه اخر سالفه ما يعرف يختم. هذا سلمك الله سجيتوها مني. هذا سلمك الله يا طويل العمر. وش صار فيه؟ الرجال صار فيه هو يتكلم على لا سالفه ثانيه. هو على طول يجي اسكت يا والله انا هنا تدور في راسي. اي اطف الدح فرصه ستها. هذا هذا محقق والمشكله والغبنه الادهى والامر ان حذف مقاطعه اسمه محمد البيز. اوه والله اني امسك خطوط اني ما شغل له والله ضابط سعودي او محقق سعودي محقق تتكت والله اني زيك لا مسكت خط ولا اقل قصه 45 دقيقه احط يعلمك بقضايا صارت عنده وكيف يلقطها. غموض صح؟ ها؟ غموض كيف يلقطها وكيف تجي القضيه مجنون السرعه لا ترى الحين قام ينزل بودكاست ما يا اخي ما هي ما هي زي ما هي مثل الاولى حذفها تمتع بالقصه يقول لك احنا مشينا وحشرنا ذا ومسكنا ذا واكتشفنا القضية بعد 5 سنين وكيف اكتشفناها خوي قال انا في حاجة مع يعيشك القصة والله انه يوم يسولف واحط السماعة بدي يقول كذا تخيل على العسكر لا في يوتيوب شيء اسمه محمد البيز محمد البيز الوكاد قال اذكر له قصة انت اسمع لها الظاهر انك سامعها لا يكون المتزوجة لا اللي توم متزوجين لا 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 هذه لا دوبه نزلها له قصه سلمك الله يوم ان واحد منهم طلع من الديره ديره قريه طلع منها يبي يتوظف شهاداته دنياه اموره كلها في الشنطه وعنده مقابله وظيفه بكليه عسكريه او والله اني ما ادري ويروح لها وطولوا عليه راح لا راح له تعنى وقطع مشاوير لين ما وصل للكلية هذه. هاي وكادو يدخل قالها ينتظر ينتظر قال له لا تعال بعد صلاة الظهر. الحين هو قده في الكلية قال تعال بعد صلاة الظهر. الوكاد يطلع عمره ويطلع مع شنطته اللي فيها الشهادات ويشر له على تاكسي ويشر له على تاكسي يطلع عمره الا اركب معه ويروح يفطر. هو يرجع وينزل لا قبلها راح المغسلة ملابس. الوكادو يرجع البيت يرجع للكليه بعد الفجر بعد قبل صلاه الظهر صلى عندهم الرجال يتخبط يدور الشنطه يدور شهاداته الاصليه ما يطلعها الا يرجع للديره والمقابله هذه المقابله الوحيده لك لو تقوم وتوقع ما لك غيرها وظيفه عمر وعدل وافعل وسو والله ما في فايده ويروح له ويدور التاكسي والتاكسي ما له رقم ولا شيء راحت قال اموري روحت وتقول انه جاه بلا انقهر ورسول عليه الصلاه والسلام تعود انقهر انقهر انا ليش الوظيفه تروح علي ولا لا 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 وما ادري وش يصير به وكذا ويدوخ ويطيح على ايه ويدخل عليهم قبلها يوم ضيع الشهادات ويدخل على المقابله قال والله نعتذر كيف تبينا وظفك وسوي بقى معك اوراق ولا معك اوراق ولا شيء يا مسلمين والله كانت معي ما ادري كيف اعطوني مجال اروح الديره اجيبها قالوا ما فيه هو يطلع يوم طلع طول العمر ويطيح لك على طلع انقهر الولد راحت وظيفه اللي يبيها احلام عمره راح مبنيه على الوظيفه هذه هو اي ويطلع طول العمر تضربج على وجهه النفا على الرصيف وياخذونه يطول العمر وما مع الاثباتات ولا شيء وياخذونه على المستشفى ويجون ويبلغونه يبلغون الشرطه تيجي الشرطه قالوا يوم انه صحى والله لا والله ما مع الاثباتات ولا شيء انت وش علمك وش بلاك وش فيك قال العلم 1 2 3 انا شهاداتي ودنياي وما ادري ايش والرجال واضح تو بعد ما شعاره ما ادري كيف من عدم الرجال قالوا شكله يا كذب الضابط ذا محمد يقول انا اعرف اللي بالكليه الكليه هذه اعرف اللي فيها ولا صحيح فيه تقديم وفيه مقابلات يا اخي ما يدري ايش العلم هالوكاد طول العمر يقول وانا اجيب ايه ونحقق معه ونحقق معه قلنا ما عليك ونروح للمطعم اللي يفطر فيه ونشوف الكاميرات ونشوف الدنيا الا والله صحيح نزل بس ما معها شنطته ويعدلون ويسوون بها خلاص الولد يئس ما عاد بها ومحمد ذا اللي قال له هو الظاهر هو اللي كان على القضيه
ما ادري يروي، ما يسولف على قضيه الا هو فيها، ما ادري يروي هالوكاد، يقول يا طويل العمر وخلاص الا نشوف اوراقه وين راحت، اوراق رسميه وين راحت، يقول الوكاد ونروح عند حول الكليه وهذا ونتكي، يقول انا تاكي الا اشوف المغسله حقت الملابس مع كرتون، ويطلع وتلفت يقول انا قلت في شيء في بلا، وانا اصفط عنده يقول انا انزل سلام عليكم وعليكم السلام، يقول الوكاد اللي شفت عليها الربكه وراه علم، لا هذا وراه علم عنده حاجه، عنده حاجه ما يقول، انا عندي احساس ان الرجال من علامات الوجه من هذا ان الرجال عنده بلا، يمكنها قضيه ثانيه، يمكنها ما قال ان الاوراق عنده. الوكاد يا طويل العمر قاعد عطني كرتون، لا مدري ايش هذه وصاخه وانتم كرامه، بطشها في البرميل انتم كرامه والسامعين، ولا لا لا لا، قال اقول لك اعطني اياها، وياخذ يا طويل العمر الكرتون ويفك الاوراق كلها بالكرتون، اوراق الرجال الولد اللي يبي الوظيفه، قلت خلاص راحت عليها الحين الوظيفه، راحت عليها الدنيا، هو ياخذها يا طويل العمر وياخذ معها العامل ويدخلون على ايه، يروحون على مركز القسم، قال له جاب الولد قال يا ولد هذه اوراقه، قال بعد ايش انت والله بيض وجيكم، بس خلاص الوظيفه راحت علي ما احتاجها والله، يا يقول يا اخي كسرني، يقول انا دق سلف يا طويل العمر قلت له مش معي، اللي في الكليه الفلانيه انا عارفه اللي يسوي لكم مدير الكلية، امشي معي. قال يلا. يقول أنا حطيت نسبة 50% أنه يوافق وأنه ما يوافق، مقابلات هذا. يقول أوكاد وأنا أدق سلفه على الكلية دي، وأنا أدخل سلام عليكم يا أبو فلان، العلم 1 2 3 4 5، هذه السالفة من أولها لآخرها. عديتها لك من يوم جاء، من يوم ودوه المستشفى لين ما جيناك الحين. الرجال هذاك رحب به. يا مرحبا بك، وابد هات اوراق الرجال وهات وجهه وهات كل شيء، الاوراق اللي كانت مفقوده والله العظيم اني ادخل عاد، يقول دخل الرجال وظيفته، احنا رجعنا بالريع وحنا دورنا، انصحكم تتابعون قصصا ان شفت وظيفه ذكرني بقصه هذا بالشرقيه، قصه دي اتوقع قد سمعتوها، هذا واحد يدور وظيفه جلس 11 سنه يدور له وظيفه من مكان لمكان، زي زعيم يدور وظيفة زي زعيم والله اللي بغيت اقول من ذي سكت زي زعيم من مكان لمكان يحاول يدور ما لقى شيء، ذكروا له واحد يوظف، هو يدق عليه يدق عليه قال فلان انا بوظيفة انا ما ادري ويش انا بتزوج كبر سني ما عاد اقدر خلاص، قال في وظيفة ب 11000 ريال اشهر، يوم سمع الخبر استانس قال يا ولد هذه وظيفتي زينة، بس قال شف تستلم اسبوعين واسبوع تفك، قال بس لو تبيني امسك شهر ما عندي مشكله، بس راتب 11000، قال لا وفي شيء ثاني ما في لا نت في البحر وفي مقطع، لا ما في عدل في البر وفي مقطع، قال تمام في بر، هي في بر بعيد برضه يروحون الطياره، ايه يروحون يروح صح ما في شبكه ما في نفس القريه تاخذ كتب معك، هو يروح مصنع او شركه ما ادري، يقول انا بحسب بالقراصن زي أنا سعودي وفي جنسيات ثانية، يقول يوم جيت كلهم جنسيات ثانية، أنا سعودي واحد بس يقول راتب 10000، إيه يعطون سيارة يفرع على المشروع، قال لي واحد سعودي، لقيت لي واحد سعودي وأنا جيت عنده وسولف وياه، قال شو الوضع ما أدري إيش، قال الوضع زين أمور زينة وما عليك، هم ما عندهم نت خاص ما عاد في نت، يقول وأنا جاء وقت النوم علموه إنك تمسك مصنع وكيف تفك وكيف زي كذا بيدربونه، وجاء وقت النوم هو بيروح يرقد معهم، يرقد معهم، يقول انا الدنيا كلها فوق بعضهم، ما في مكان، ما في مكان، كلهم فوق بعضهم، يقول انا ما داني ارقد زي كذا، والسعودي موجود يرقد مع احد الجنسيات كلهم جنسيات غير يعني، يقول ما اعرف ارقد زي كذا وزحمه، وطلع برا شاف له غرف، قال انا ليش بروح ارقد؟ ينصح واحد السعودي قال لا تروح، نصيحه مني لك لا تروح. الغرف ذي؟ اي لا تروح الغرف ذي ترقد فيها، يقول نظيفه، يقول سراير ودنيا وهذول راقدين كلهم مع بعض. كلمة بعض وما يسمع ما سمع كلامه، قال لا انا بروح للغرف برتاح لحالي، قال يا فلان انصحك ما تروح، قال لا بروح، هو يروح اول 3 ساعات رقد عادي، رقد عادي كويس، يقول يوم يقول الدروج تفتح تسكر من نفسها، يقول الدروج تفتح تسكر من نفسها، الدروج تفتح تسكر، يصدق اتهذب وش يسوي؟ الدروج تفتح تسكر من نفسها، اصدق اتهذب
يقول لين جاء صوت، صوت رجال كبير عود، قال يا فلان بفلان اطلع، اطلع من المكان انت فيه، نصيحه مني لك اخو محمد. اي والله بقول له انا ضيف عندك، والله لا اقول له انا ضيف عندك اخوي، لا طالع ما عاد فيه، يقول اخوي ما عاد اروح عند اخوي ذا اللي هو ذا، قال صار كيت كيت كشفت، قال انت المكان اللي فيه انت كل من جاء فيه راح، كل من جاء فيه راح مات، لا يروح يعني يطلع افصل يفصل ما يفصل او يحصل له شيء. قالوا نصيحه داك لا تفك البوابه، في البوابه دي لا تفكها بعاند، لا تفك البوابه لوش بيجون ناس بيطقون البوابه، لا تفك لا تفك مره. يقول اليوم الاول استلم يجيني حجر يحذفون، اليوم الاول الثاني الثالث، يقول خوي ذا متعايش مع الوضع باريحيه متعود، يقول عادي راقد ما عندي مشكله. يقول مرت مرات جت عجوز، عجوز جايه، يقول عجوز جاي تشحد، ما ادري يقول عجوز، يقول ما ادري ايش جت لي انسانيه ما طرى على البال، جت لي انسانيه في وسط البر، اي يقول جت لي انسانيه ما ادري كيف طرت على البال، ويفتح البوابه. هو يقول خويه شجعنا، يقول ما شفته الا هو يمشي وراه، ورا الحرمه ذي العجوز ذي يمشي وراه يمشي وراه، يقول يا فلان يا فلان تعال يا فلان تعال، ما جاء، يقول اروح وراه، يقول المفروض ما الحقه بس الحقه. يقول يوم وصلت عنده يقول لان حوله كله كلاب 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 حوله زي كذا حول حول حول، يقول رجال يهرج نفسه ما ادري شلون يهرج نفسه يهرج نفسه، يقول اجي اهديه، يقول طلع صوت مره فيه يهرج يهرج صوت مره دخل رجل خلفي، يقول دخلت فيه صوت اخو محمد، يقول يا فلان هطلع يا فلان هطلع يا فلان هطلع يا فلان هطلع، المهم انه راح ثن يعني خلاص رجع لطبيعته، يقول ما درى هو ما يدري شلون وضع ما يدري شلون وضع ابدا ابدا ابدا، يقول هو يرجع لان الرجال حالته ما عاد خلاص تغير تغير ما عاد تغير، يقول اخذ الموتر ذا وانا اوديه، يقول ودي هلا وعلموه وراجع عوبه واموره وكل شيء، هو يترك الوظيفه وما عاد جاه احد ما ينلا فيها طوال عمار سالفة لكن فيها حكمة، الحكمة وش هي؟ لا ساق الله لك الرزق والله ما عنه نصت، ما حدا بحايل بينك وبينه. رجال انه ولد تخرج من كلية هندسة او المهم انه نسبتها عالية، والرجال عنده خبرة وعنده فكر وعنده، لكن ما عنده مادة، هذا الشهادة وخذ له 6 شهور او 7 شهور، كل ما قدم الله كتب له وفق، ما الله كتب له نصيب، جاه عرض او مكالمة في منطقة في المملكة، حجز الطيار حجز على الطياره روح وروح، جلس له جنب شايب كبير في السن، الولد يفكر في الامر اللي قدامه بيقبل مهم مقبول شو بقول وش بيسوي انا هم وظيفته إيه؟ والشايب يعاين فيه باعجاب، ايش عندك ولدي؟ قال والله انا كذا كذا كذا، سولف من باب انهم سالفه في سفره يعلمه يشرح له إيه. قام الشايب يسأله عن بعض الأمور، لقى الولد فاهم مطلع، الولد ما هو كذاب، وصلوا المنطقة اللي هم فيها، قام الشايب ذا قال يا ولدي حياك بيتي هنا وأنا من هالمنطقة دي وقلط على أنا وجبتك، قال الله يطول عمرك أنا مستعجل وكذا، قال خذ كرتي إن بغيت شيء ولا إن بغيت حاجة، هذا كرتي هذا الشايب يقول إي أنا من هذا الديرة وهو نقص شيء إي نعم. المهم خذ للولد الكرت ولا اهتم بانه يعطي رقمه الشايب، الشايب اهتم منه اكثر، قال ميده اعطي رقمك، يقول الشايب الولد عقب ما اعطى الولد الكرت، قام الولد وعطى الشايب الرقم، وجاك وراح للشركه ذي ولا الله كتب له فيها قبول، قام جاء من الثاني هو يحجز ويعود لديته، لا والله ان الشايب اقرب لك، السلام عليكم يلا حيه وش صار؟ قال والله الحمد لله لكن ما الله كتب لي رزق عند العرب ولا ذا الحين، قال ها بوصف لك بيتي ومحلي تعال يبيك، مره اني مستعجل، قال والله انت تجيني من ذيك الكلمات ومن ذيك الكلمات، قال راح وكلا عنده وجبه، وعقب ما كلا الوجبه قام الشايب وبرز به في مكتبه الخاص، البيت اللي هو عايش فيه الشايب قصر قصر وفي رفاهيه، استغرب اي هو ده استغرب، قام العود داوي عقب ما برز به عقب ما اكرمه، قال يا ولدي من يوم ركبت على الطياره من يوم ركبنا انا وياك الطياره والله اني اشوف نفسي اول شباب، اول ايش؟
بداية حياتي. شوف نفسه في الرجل ذا. يوم شفتك أنت والله إني تذكرت بداية حياتي وكيف أغناني الله وكيف بديت أمور حياتي وكيف واليوم لعل الله راسخ لي ولا إني مرسول لك عندي لك هدية. قال وش المبلغ اللي عطاه؟ قال لك عندي هدية والهدية اللي صافط لها الشايب مبلغ. سلام. قال يقول ما انا ما ودي ازودها عليكم هو مليون او 500 هو يا مليون ريال يا 500 الف سايق ربي الرزق. قال الولد يا عم يا عم يا عم لا لا الولد يقول حتى لو بقبلها كيف اردها لك؟ جميل كيف اردها؟ قال يا ولدي ان الله كتب لك المبلغ ذا اللي انا معطيك اياه انا واثق بانك بتنميه وبتطوره وبتشغله انا واثق ولكن ان دخلت لك مشروع فشلت والله اني بايحمك الله يبيحك الله يبيحك الله يبيحك انا وين والشايب نبيه انا طرالي سالفه هذا الولد الدراهم عود لديرته وخذا له 7 شهور يفكر ما صرف منها ريال واحد شو يسوي وش اسوي لازم المبلغ ذا اني اوظفه او اشغله في شيء مضمون بعد الله سبحانه وتعالى شهر جاء وشار عليه قال روح للشركه الفلانيه في الدمام او في الخبر او وش تسوي قال تطرح عليهم مبلغ ويطرحون عليك مشروع مدخوله كذا انتاجيته كذا وكذا وكذا اذا وصل لك مشروع إيه؟ دراسه جدوى دراسه جدوى قال توكل على الله شاك الرجال مروح وجعل عندك الشركه و جاء قبل الظهر دخل على ذاك المكتب قال ممكن اقابل فلان ولا اقابل احد المستشارين اللي هنا وكذا وكذا قال صلاه 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 خلنا بعد الصلاة بعد الصلاة بعد الصلاة عندك مو عندك مو عندك عندك مو عندك قال لا والله ما عندي قال ما في بس صلى 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 جلى وصلى ثم صلى اللي تحت لما الله شوفه الله ييسرلك الأمر والله ما يحول بينك وبين ما حد بين أحد في يوم سلموا المصلين لا والله عند ذاك الرجال اللي جالس يذكر أذكاره قام الولد وراح له حس فيه ريحية هذا الرجال قال يا طويل العمر انا جاي من ذيك الديره وانا 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 ودي اقابل احد المسؤولين او قال يا مرحبا بك تعال تعال يقول روح يقول وادخل بي الشركه يقول له والله عند الرجال اللي انا قبل الصلاه يقول ما ذهبي ابي قال ما فيه صلاه يقول نعرض عليه والله ما قال كلمه شكرت دخلنا مكتب كبير لا تفضل وش عندك؟ يقول هالرجال ذا مدير الشركه طلع مدير كل اثره الكل في الكل المالك ايه قال يا طويل العمر انا اقول ابي قال انا المدير وش تبي؟ وترى على فكره ما ناخذ ولا نعطي مع احد المراجعين الا مبلغ الا مبلغ ما نعطيها افكار الا مبلغ إيه؟ مبلغنا كذا وكذا ولكن الله يبيحك ما يمك شيء لا اله الا الله هذا رب البارك اي والله هذا مبروك ذا الولد قال والله يا اللي احتضن وهنا وضعي كذا 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 علمه حتى بقصه الشاي علمه واليوم والله اني ما ادري ايش اسوي قال حيك وحي علمك بكره عندي اجتماع مع 5 رجال اعمال او 6 من رجال الاعمال لنا ارض في المحل في الدوله الفلانيه بنت خاشر فيها بمبلغ بجعل دراهمك من ضمن الاسهم اللي بنشتري بها الارض. والربحنا ربحنا سوا والخسرنا. قسم الحقيقه يوم. قال تدري والله ما عاد اقول لك كلمه احسن. يا دار لها سنه او سنتين. هذا الاتصال يجي. السلام عليكم وعليكم السلام يلا حيا كيف الحال؟ وين؟ اي وينك؟ قال انا والله المحل الفلاني قال تجيني. بشر رب الدراهم مشروع نجح قال تعال جاء الرجال قال الارض ايه قال علومكم قال الارض اللي احنا شريناها احنا ورجال الاعمال مبلغ كذا مبلغ او 40 او 60 او ما ادري كم هو سهمها ظهرها مليون ظني سهمها مليون قال احنا بنقيم فيها مشروع اثناء ما احنا ننشا المشروع هذا جاء على التثمين يا سلام جاء على التثمين احنا ما ندري فعطينا التثمين ذا باضعاف الارباح اللي احنا كنا ندرسها
قال كيف؟ قال انا من ضمن رجال الاعمال اللي ساهموا، انا سهمي 4 مليون طلع لي 14 مليون. الله اكبر يا ما شاء الله فوق الدبل. وش تقول؟ قال اقول هذا وهذا ربحنا وهذا ربحنا، وانت مبلغك بسيط طلع لك نسبه كذا، والله ما ادري ايش اللي طلع لك. مليون بيطلع 7 مليون لا يمكن 3 4 مليون ممكن. 7 6 قال مبلغك بسيط وانا تبرعت لك من عندي بكذا وفلان كذا وفلان كذا. الله اكبر وهذا ربحك. جادوه فوق ربحه يمكن وصل على 7 مليون 8 مليون هديه. قالوا له يا رجل، يقول الرجال اللي يقول ربما ان هذا الرجل ذو المبلغ البسيط هو راعي البركه سبحانه الله اللي ساقه لنا والله وخلانا ناخذ والله ساق لنا البركه من بعد الله لان الولد. وهم كفوا اللي اعتقدوا الاعتقاد رجل ولا قدروا فيه. لا والله ما يدري ايش يسوي. يا ولد يا ولد المبلغ مضاعف 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 مضاعف. لا تبارك الله. خذ الولد الدراهم وراح للشاي براعي المبلغ. السالفه لها سنه او سنتين من يوم خذ المبلغ منه. شلونك يا عم وشلون صحتك؟ ابشرك الامور طيبه وانا جاي اسلم عليك وجاي ابشرك بالخير. قال بعدي الله يجعلك بزود. انا كنت واثق نظرتي ما تخيب وانا ما ادري ايش يقول. قال والله اللي الله اللي لا ساق رزق ساق قال لا باجتهاد مني انا فعلت والله اللي رزق. قال اما اليوم يا عم هذا مبلغك رده هنا وقال ذا فوقها لك هدية لك هديه. قام الشايب وقال والله الذي بندك الكلمات انها فلا يجيني منك لا واجد ولا شيء حتى مبلغ اللي عطك اياه الله يبيعك يا طيب بيض الله وجهك ولا ان الله يوفقك بيض الله وجهك شايب ناويين يا ولد بيض الله وجهك ادري انزع يسوق الله لك يعطيك المليون ويقول ان نجحت الله يوفقك وان شاء الله يا الله مع هالصباح قولوا امين ان الله يرزقنا مثلها شوي ويرزقنا مثل هالتجاره ويرزقنا مثل المكتب اللي راح له اولاد ورزقنا امين يا الله يا كريم انك قادر على كل شيء ولا يعني يا رب يا رب ابي بس 500 الف. طيب لا سالفتي بسيطه. هذا الشيء نفس الشيء بدا الظاهر نفسه هو وياه قد الشياب. هذا واحد موظف وظيفته بسيطه ومتزوج عليه بزرين وثلاثه. انا ادري لكم دقيقه خذ راحتك عليه بزرين وثلاثه والحاله لك عليها شقه وجار ومصاريف ودنيا. الوكاد يقول ذاك اليوم صرفتي ما فيها الا يمكن 40 ريال ولا 50. هذا الرجال ذا ايه يقول صرفتي ما فيها الا 50 ريال ذاك اليوم. يقول اقلبها انا شو اسوي؟ انا وراي بزران وراي اجار شقه وراي موتر وبنزين. قال لي ولد خلي اشتغل اوبر. هو يشتغل اوبر الرجال ويشتغل اوبر ذاك اليوم ويشتغل 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 ويجيه طلب يمكن ثالث او رابع طلب في المطار. ويمر المطار الا هنا شاي بن سعودي شاي بن وذف هاي رسمي رسمي رسم الرجال وسكسوكه اوف ايه سكسوك هي هذا اهم شيء هذا عرفنا فلوس. يقول اركب الرجال معي يقول هذا والله فلوس يقول هو يسولف انا وياه واخذ واعطي. يقول يوم نشدني يقول هو اللي نشدني هو اللي بدا وش علومك يا ولدي وش انت فيه وش. قال والله هذه حالتي وهذه اموري والامور ان شاء الله مصلحه. قال الرجال قباله طيب انت يا الرجال ذا الموظف قباله طيب من يوم تشوفه تتقبله. قال طيب انا جاي هنا عندي شغل اعطني رقمك انا ابي اروح واجي معك بتعامل معك بروح واجي معك. هو حول في الشرقيه موجود يسلم اي وينزلها في فندقه ويروح فندق اي فندق يوم جاء الصباح ثاني يوم يدق عليه رجل اعمال ذا اي ويروح وياه. هذا الرجل جاي الشرقيه عنده مشروع قوي ساق الله له الرجل عماره ولا اي المهم ويمره ثاني يوم وثالث يوم ويستمرون يمكن اسبوعين او ثلاثه على ذا الحال الرجل في فندقه. يوم راد الله الخير قال اسمع يا سنافي انت سويت معي الجميل وانا من اول ما شفتك والله العظيم اني شايف فيك الخير واني ابي لك الخير. وش سوى؟ اعطاه من ربح المشروع اللي هو مسويه اما 20 او 30%. ما شاء الله تدري كم تطلع مدخول له؟ فوق ال 100,000 شهريا. يا ساتر فوق ال 100,000 شهريا. الرجال ذا يسولف السالفه وانا اسمعه يقول والله انه ارزاق من بعد ذاك الشايب والله انه ما يركب الا اخر الموديلات الى اوبر افدك وشان تكفى اوبر بيشتغل بالشرقيه هلا هذا اللي يطيح فوق السكسوك هذا شوف اللي مثل الرجال ذا والله العظيم اللي يلقون الخير في الدنيا وفي الاخره. انا مره طلعت من بيشه للدمو كان عندي مقابله في احد الوظائف في الشرقيه الظهر
المهم انا في الطياره مبسوط وبروح الشرقيه وكذا، وانا بالبسطه جنبي شايب الله يستر عليه واضحك معه. المهم وعاين فيه اقول حول 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 ما ادري ايش المسالف معه وضحك شويه راي يجي لين يطلع جواله ويدخل واتس. المهم انا تلقفت، احنا مو بثلاث كراسي، احنا في باب الطوالي كرسيين بس يعني غصب تشوف. ايوه هو جنبي وانا لا في نت ولا في شيء. كنت تكتمون عليه؟ ايوه ولا قدمون عليه، ضحكته وبسطره ولا وصلنا الشرقيه المعاين معه يا رجل. والله انه داخل واتس يعني قريت اسامي وضحت لي ان الرجال تاجر كبير اخذت رقمه ما شافها. المهم وسولف معه وضحكه ويضحك مني وسولف معي شويه رجال يعني شاف نفسه كذا شوي تكبر حتى اقسم بالله يا رجل يوم قال كذا الساعه دريت ان الرجال تاجر. رولكس ايه. والمهم وسولف معه كذا وانا والله اني صادق احنا طينا الشرقي مو وصل ولا يضحك الرجال مني ساعتين ايه والرجال يضحك مني شوي قلب ما هو بقلب خلاص يعني ما ادري بيسوي غثيت انت شوي ايه بعلم. المهم الرجال درى اني انا دريت انه هاي هاي حتى بعض الاسئله اللي اسال اياها. المهم اسولف معه اسولف يجي شوي الرجال طلع جواله ويقل قبض يعني ما شاء الله يعني انطب انطب اسكت خلاص استلمت السوالف انت اي والله قصائد سمرت. المهم المهم اسولف معه يوم خلص طواف اسولف قرا له الصفحه الله يجزاه خير ويرزقه وانت تحراي خلص؟ ايه تحراي خلص لا حتى من كذا اذا كنت ترى حتى انا في يدي اقرا معه من جوال اقسم بالله يرجي ما صار خلص الرجال انا كنت بفتح معه سالفه انا صغير مثلا جاني 5000 ولا 10000 كذا تاجر ابي اسال لان هو وضح لي شوي نطاق. يوم سالته كذا قال تدري ان الاذكار انها تحميك بعد الله سبحانه وتعالى يعني غير السالفه يعني انطب. المهم ما ادري كيف قربت الموضوع كذا وضحك معي الرجل انت تلمح له ان انا ابي اخذ منها افكار شيء شرحه كبير شرحه شيء شرحه شيء ايه. يوم نزلنا الشرقيه قلت مدى والله يا واحد من اخويا جاي معي من بيشه عندنا مقابله ضاره جاي معي ويقول قدامنا حر والله الحين البرد اللي يقابلنا وزي كذا اي والله ابي يا رجيم بعد اخي المهم يوم قد نازلي انت السؤال يوم قد نازلي قال اعطني رقمك اب 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 قبشت والله صاد اعطي رقمك وياخذ رقمي واسجل انا علمته طبعا شاعر واسجله ويوم وصلت الشقه يا الربع وابحث عن اسمه في نمبربوك طلع الرجال هاي هاي رجال مره ثري الرجال يعني بالمليارات يمكن حاجز في السياحي ذي اللي اخر الجناح هذا جناح ملكي جناح والله يا رجال خبرت فراتك كنت مستويها تحره يا رجل عكس الطياره تحره يدك ما دق دقيت الله يعزمني من الشرقيه دقيت ولا دقيت ارسل لي رقمه واتساب قول مسيت بالخير طالع ثري بدي انا ابو مناحي بدي ابو مناحي هذا فيها من ضمن السوالف بعد فيها حارس امن سكرتي المغرب دوامه بيته ما له الاشغال ولا له في الامور ولا يقول لي يوم جاء يوم من الايام لا هو مستلم في استلامه اللي الساعه 10 ونص الليل يقول له والله انا الموتر الفخم اللي يوم جاك وقف عنده سك الله بالخير يلا حيه قال ما به دوام ما في ما هم داومين قال يا ولدي ما نجيك انا شتك تداوم ولا ما تداوم ابيك داوم انت هنا قال نعم هذا دوامي وهذه الشركه وهذه هو سكرتي قال شفت الارض اللي قدامك لا قدامها مرض قال لي قال الارض اللي قدامك ان جبت لي من هو راعيها ترى لك هديه الرجاء شو هي تقطع مرحبا هاي الطائر قال كيف قال ان الارض دي ان جبت لي من راعيها لك هديه عندي وذا الحين خذ عربون عند دفع بكم اما ب10 ولا ب5000 غير لا لا هو قال خلها معك قام الرجال وخذ رقم الشيبه اي اعطاه رقم قال لا تدق علي الا ان عندك علم قال لك الله يستر عليك قام الرجال لا كل ما سلم من زامه ينحرض المكاتب اللي واحد
اثنين ثلاثة أربعة خمسة. شوف هلا بكم مرحبوا مرحبوا. أنا أدرك يا أبو ماضي سالفة حلو. نفسك نفسه أنا. بسم الله ذا حبيب أحني. نفسك. طيب ردة فعل شيء طيب أي حاجة. مو بصوبك رجع مسخن. كل يوم أنت مسويين جسد طشيت. اسمه أبو مناحي. قام الرجال كل ما سلم يوم في مكان من حوله يروح. قاضي يا خالد والله العظيم أنا قاضي. خلاص خليك ارتاح ارتاح. كل ما دخل على المكاتب نشد عنده لو. ما حد انعطاه وجه. الرجال اللي بيشتري عرفت؟ جاه المكتب بدله حول 20 يوم. محمد انت. انت محمد كم طاف هالطريق؟ لا انت يوم دق شكلك طفيتها. لان دق الفحم. دق الفحم مو بلك. كان شغال معك. يا راسي طش راسي. اللي ورا شغال. يا طش راسي منك يا محمد طشاه بالطرية الظاهر. يا طش راسي سنت والسالفة. يا طش راسي نفس سالفة نفس سالفة أبو مناحي. طش روسنا كلها يا الربع. نفس سالفة أبو مناحي رجال داخل مطعم ويعين شايب كبير سن وحالته حاله يا رجل والغترة قديمة والأمور والرجال يشرب حليب وخبزة بس المطعم فيه جميع الأكلات فطور صباح يشرب حليب وياخذ الخبزه يعني حالته حاله لو تدخل تقول اجيب له فطور. المهم دخل رجع السلام عليكم سراك. المهم سال عمر قال رجع ذا مسكين ولا اي مسكين وش علمه هذا كل يوم يجيني يطلب هذا الاكل خبز وحليب واعطيه انا مجان ما اسال مره يجيني يعطيني حقه كله. المهم راح رجع ذا من طيب نيه راح له السلام عليكم كيف حالك يا عم طيب قال بخير قال يا عم تبي فطور؟ لا مالكم مالي لوه مالي لوه يا رب. راح الرجال طلب من المطعم ينزل له كبده ومدري ايش. المهم قال تعال انا طلبت من قد ينزل لي كبده وجيبها لي. قال لا ما طلبت مني بس انا اشوف كل خبز وحليب ورحمتك يعني انت مثل ابوي وكذا. قال ما طلبت مني يلا شلها وخذها معك ولا تصرفها لو خلصت تعال يعلم. يتودى بالحليب يا رجل وياخذ يمكن هذا معلم يوم خلص طلع قال تعال تعال امسك يدي قال تعال. قال شفت المحلات دي كلها؟ قال لي قال من السكر الصدق قال لي قال هذه لي اخو محمد انا ماني بحاجتك والله يا رجل هذا الصدق والنحاس اللي عندنا في الجنوب قال هذه المحلات دي كل بوهلي غير انا تعبان ومريض ولا اخو محمد لا 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 ما حد ينازعنا بالحرف والمعنى سكربت من قدامية على مية همة وقوية إلى النجومية سكربت من قدام سكربت من قدام أرحبوا أرحبوا هذا سكريبت أرحبوا أرحبوا هذا سكريبت عطه على جوه واللي تبي سوى سكريبت من قدام يدي على يدك واقول من قدك تسربنا مجدك سكريبت من قدام سكريبت من قدام ارحبوا ارحبوا هذا سكريبت ارحبوا ارحبوا هذا سكريبت العز والهيبه للي ما تدريبه الاول نجيبه سكريبت من قدام والنار مشبوبة لا حمية شوبة سكربت من قده سكربت من قده أرحبوا أرحبوا هذا سكريب أرحبوا أرحبوا هذا سكريب هذا سكريب هذا سكريب أرحبوا أرحبوا هذا سكريب أرحبوا أرحبوا هذا سكريب الواقع تجمعنا محد ينازعنا بالحرف والمعنى سكربت من قدام مية على مية
سكربت من قده سكربت من قده ارحبوا ارحبوا هذا سكريبت ارحبوا ارحبوا هذا سكريبت عطه على جوه واللي تبي سوى القوه القوه سكربت من قده يدي على يدك واقول من قدك تصنع بنا مجدك سكربت من قده سكربت من قده ارحبوا ارحبوا هذا سكريبت ارحبوا الأول نجيبه سكربت من قده الرؤس معصوبة والنار مشبوبة لا حمية شوبة سكربت من قده سكربت من قده أرحبوا أرحبوا هذا سكريب أرحبوا أرحبوا هذا سكريب هذا سكريب هذا سكريب ارحبوا ارحبوا هذا سكريب ارحبوا ارحبوا هذا سكريب الواقع تجمعنا محد ينازعنا بالحرف والمعنى سكريبت من قد انت بهلي يا بعد حالي ولا حالي والعمر ولا ولا حالي والعمر ولا ما الحب صوت بعد ما الداعي تتكلمون عندكم اسمعوا المقاطع ثلاثة عادل عادل خالد الروقي نواف اذا تبي نقول الكوبليه سوق كذا اي 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 بيعطيكم اشاره الحين تكملون بس في الاخير تعيدوا قولوا لي جدران البيوت كنا عبايب والصلاة واليوم ما على الحب الصوت بعد الدراري سلام هبت رياح من شمال هبت رياح من شمال يا سلام هبت رياح ايه من شمال هبت رياح من الجنوب فجأة ولا اعطتنا مجال عصفها هز القلوب عصفها هز القلوب يا سلام يلا يا عيال يلا يا تعال ايش في هذا ايش فيك نار الغيره حطه ايه اسمع ايش اسمع بالغني مرتاح ولا اتسلق شايب وخاطر وانا ظالم اتهني هلا ايوه هلا هلا الشقا ولا حياتي زرا احسب اني على حقي قوي وجري علي انت عيني ترى مندوب شركه شطه يلا بنا يلا يلا تضحك لا يا ابو تشبيك انت تخبرني علي هاي فقره انت ليش تصور انت مو تروح كنترون توهم خلصوا الليله المجديه الجميل هو جسيم خالد حررت عليك قاعد اكتب قصيده ما شاء الله صرت شاعر عليك والله لي اكتب قصيده اكتب قصيده في الربع بيض الله وجهه اوه عبد الله الفويدي هو جسر القريحه هذا ارحب والله ودي اني شاعر واكتب ها ابشر بس سعد ابشر بلي يكفيك والله يلا حي الله يعافيك الله يطول عمرك يا عبد الله ما ادري شو مشاعر الجياشة للأمانة للأمانة مثل هالليالي تراها إرث للمملكة العربية السعودية يا سلام احنا قاعدين نحية شرق غرب شمال جنوب لما نسوي مثل هالليالي تحس بالانتماء فعلا يا سلام من ناحية معلومات لا من ناحية أكل لا من ناحية فن طربي شعر فالله يديم ليالينا السعيدة اللهم لك وشرواك دائما في حضوره طيب وصوته الطيب مدحك بعد
تستاهل تستاهل والله تستاهل حبيبي يا عبد الله منور الدنيا. الله يعافيك يا حبيبي. مرحبا يا عادل، يلا حيه يا هلا ومرحبا، نورتنا وزهرتنا في اضافتك اليوم. صراحه لفتني صوتك الاعلامي اولا وكلماتك الاعلاميه الجميله، كنت ملفت في كلامك وفي ردودك مع الشباب، وهذا شيء يتميز فيه عادل. الله يبيض وجهك والله يجعلنا عن حسن الظن. الله يطول عمرك. الواحد والله انه اتكلم عن شيء يخص نجد ويتخص شيء يخص الوطن، واحد يطلع على ما قال واقصى حاط. يا سلام. ونشكرك يا عظيم قناه واقف على هالليله وعلى هالجمعه الطيبه، واللي اسمحوا بهالفرصه للشباب انهم يكون يعني في انا عارف ان الجدول يكون دائم ضيق شوي من ناحيه البرامج وكذا، فاعطاهم فرصه على احياء ليله مثل هالليالي، والله ان الشيء يعني يفرح الصراحه سواء حضرنا ولا شفنا عن بعد. فالله يجعل الشاعر الجميل اللي اضاف لنا الكثير في هذه الليله النجديه الجميله، الشاعر احمد جويد، يلا حيه. الله يبارك فيك، كثر خيركم، بيض وجيهكم على هالحفاوه الكرم، وغير مستغرب والله عليكم. الله يطول عمرك، كيف شفت الليلة هذا التراث الجميل اللي أحيوه الشباب وحيته بأصواتكم وكلماتكم؟ أولا شكر خاص لقناة الواقع على احتضانها لهذه المواهب، ثانيا والله أني تشرفت وجودي بين أخواني، وهالليلة النجدية ولله الحمد حنا بلدنا أقاليم وثقافات كبيرة، مو بس نجد، عندك نجد الحجاز الشمال، ولله الحمد حنا في بلد كبير تختلف فيها الثقافات ولكن نتحد تحت الراية الخضراء على اختلافها إلا أنها تتميز في كل مرة. البكاد في حاجة نبي نعرج عليها، كلمات طبعا أحمد هو صاحب كلمات شيلة هذا السعودي فوق فوق، الشيلة اللي دائما نتغنى فيها في الاحتفالات الوطنية ودائما نشعر في الانتماء والولاء فيها من 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 عمق الكلمات اللي دائما تطلع من هذا اللسان الطيب وهذا الشخص الجميل اللي هو أحمد الجويدي. نبي نسمع مقطعين ثلاث من هذه الشيلة، شو تقول؟ أقول سلام يا أمير الشباب، يا سيدي دمت الجناب، يلي طموحك للسحاب، هذا السعودي فوق فوق، الشعب يدعم رؤيتك، يا محنك بعقليتك ويا صارم بشخصيتك، هذا السعودي فوق فوق. الوطن مهما كتبنا فيه، مهما قدمنا ما فينا حقه. أنا كنت قلت مهما كتبت من القصيد ومهما تغنيت النشيد، أشوف يحب الوطن موفيت ربعه بالحقوق، قد قلتها وعيدها، شاطر من عيون القصيد، هذا السعودي فوق فوق، هذا السعودي فوق فوق. يا سلام.